معدات عسكرية ثقيلة ووحدات من قوات النخبة جهزت في انتظار ساعة الصفر لبدء العملية، وهذه المرة سبق ضائط اللعفر الواقع غرب مدينة الموصل استعدادا لمعركة استعادته من سيطرة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. قائد الشرطة الاتحادية يؤكد أن وحدات مقاتلة من قواته ومن الفرقة الآلية المدرعة باشرت عمليات التمركز في مواقعها القتالية المحددة لها استعدادا لما وصفها معركة التحرير القادمة. اليوم نريد أن نتحدث بشكل واضح. من جهة أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الحشد الشعبي في العراق أحمد الأسدي بمؤتمر صحفي عقده في بغداد إن غالبية فصائل الحشد ستشارك في عملية تحرير قضاء تل العفر تحت غطاء جوي عراقي حصرا، لأن الحشد لا يقاتل تحت غطاء جوي من قوات التحالف. لا توجد توقيتات كما تعلم، لكننا نتوقع أن المعركة في تل العفر لن تكون سهلة، المعركة ستكون صعبة. نتهيأ بكل ما تحتاجه هذه المعركة من مقدمات. الدواعش في تل العفر محاصرون منذ ما يقارب 8 أشهر. الأسدي أوضح أن فصائل الحشد الشعبي تحركت خلال الأيام الماضية نحو مناطق غرب الأنبار باتجاه الحدود مع سوريا بهدف إغلاقها والسيطرة عليها بشكل تام. جبهات القتال في المنطقة يبلغ طولها نحو 60 كيلومترا وبعرض نحو 40 كيلومترا تغطي تل العفر مركز قضائها الذي يشمل تل العفر وبلدتي العياضية والمحلبية فضلا عن 47 قرية، وهي مناطق محاصرة منذ أكثر من 8 أشهر. الحشد الشعبي مشارك بفاعلية ومشاركة أساسية في عمليات تل العفر، وسيشترك في جميع محاور العمليات، وستكون حتى انطلاقة التشكيلات والقطعات الأخرى ستنطلق من حيث يتواجد الحشد الشعبي أيضا باعتباره منتشر في أغلب المناطق التي تحيط بقضاء تل العفر. في المقابل، يواصل من استطاع من المدنيين النزوح عن تل العفر والمناطق المحيطة بها نحو مناطق أكثر أمنا، وخوفا من معركة سيحبس الجميع أنفاسه خلالها خشية تكرار ما حدث في الموصل من تصفيات وانتهاكات بحق المدنيين على أيدي الحشد ومقاتلي ما يعرف بتنظيم الدولة، والذين أصبحوا في تل العفر أمام خيارين: إما القتال للنهاية أو الاستسلام.